شغال. ابدا يلا يا وحش يلا. قلنا هوب رجعنا لكم هندسه ايه هيدمر الدنيا وهيوريكم. شغال شغال يا وحش. ثلاث كراريس وصلت بكميات كشاكيل وصلت بكميات واللي عندها عرضه صحيه. قلت من النهارده هتحبب ابنك في التعليم يعني هتحبب ابنك في الايه؟ يلا عشان عبده النهارده هيضيع. قلت لك النهارده في دلع من اللي اتمنع. قلت لك بكره الثلاث لازم انا اعمل لك دمار شامل على جميع الفروع. شغال شغال يا وحش. عايزك تجمع الناس تتجمع كده عشان عبده هيضيع الايام دي. قلت لك اعمل منشن وشير بسرعه عشان كوكو هندس بيقول لك دسس الكشاكيل بيقول لك زادت ما زادتش. ايه هو السعر زي ما هو. الناس تتجمع كده. شغال يا معلم. حكايتك حكايه وروايه وقرب عليها. قلت لك الكميات يلا الناس تتجمع كده. للكسكات يا قلب الوحش. تعالى لي كده. قلت لك كوكو عند اس بيقول لك ايه بكره الثلاث الناس تتجمع. قلت لك هتاخديها بكره. قلت لك هبيع. الله يبارك لك. هبيع لك بجنيه. عندها عروسه بجنيه 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 بجنيه. شغال شغال يا وحش. كوكو عند اس بص بيقول لك ايه. تعالى لي كده بص المربع بقى واللي حكايتك حكايه وروايه. تعالى لي كده بص الجمال ده. اسمه ورقم بص جلوسه وحكايتك حكايه وفصله وعنوانه وتاريخ ميلاده واتولد امتى وعاش امتى. شغال شغال. 56 ورقه. شغال شغال. 18 جرام. وحكايتك ايه حكايه حكايه. ونوع الورقه يا قلب الوحش موجود. وحكايتك حكايه والغلاف. انا الناس تتجمع كده. هو هندس بيجيبلكش اي حاجه وخلاص. الناس تتجمع. قرب عليا. بص من النهارده هتحبب ابنك في الايه في التعليم. شغال شغال. من النهارده ايه هتحبب ابنك في التعليم. كل الناس تتجمع كده. يبقى كو هندس بيقول لك من النهارده انت هتحبب ابنك في التعليم. تعال الوحش. تعالى لي كده انا عايز افتح لك على الطبيعه. قرب عليا عشان تاخد عينيا. بص ايه الحلاوه دي. بص الكراسه عامله ازاي. ايه الجمال ده. 28 ورقه. الله 28 ورقه. الله يبارك لك. بص الدسته قد ايه. الله يبارك لك والله. حكايه وروايه. شغال شغل السين. شغل ايه السين يا عقل الوحش. كراسات المربعات ايه كميات الكميات. طب الكراسه الانجليزي. الله كميات الكميات. تعالى كده. تعالى لي كده اللي ايه الناس اللي بتقول لك مفيش ولا قطعه. قلت لك يا حبيب شبرا الخيمه في كل حاجه. قال لك انت تيجي بس تتجمع كده. بص ده اللي ايه في دلع وحلاوه. ده اللي هيخلي ابنك دكتور وجمال. ده اللي هيخلي ابنك ايه دكتور. دكتور يا قلب الوحش. جميع الاشكال ايه بناتي صبياني رجالي حريمي كل حاجه. حكايه وروايه. تعالى لي على الكشكول المسطر. الله بكميات. لو عايز 1000 كشكول موجود. جمال 1000 كراسه موجود اهو. لو عايز 1000 قلم موجود. الناس تتجمع كده. الناس نايمه ليه. اصحوا كوكو هندس بيقول لك ايه سيكا سيكا وعلي المزيكا على مهلك كده. يلا ودي. الله يبارك لك حبيبي. بيتفرج عليك كام؟ 74. لو كل واحد عمل مشاركه كسب ال 74 دلوقتي. الله على الجمال. شغال عبده بيضيع. قرب عليا كشكول العربي اهو. بص بقى الموضوع بتاع الدرس وحكايتك حكايه. بص بالرسم بتاعه. الله. بص بالاسم وهتكتب موقعك ورقم فلوسك. من النهارده بمعنى الكلمه هتحبب ابنك في الايه في التعليم. شغال أيوة. شغال النهارده هتحبب ابنك في الايه تعليم. تعال لي كده عدد. بص 56 ورقه. ايه الجمال ده. حكايه وروايه. ايه الحلاوه. شغال ال 10 قطع. الناس تتجمع كده. الدسته ال 10 قطع. اصحوا في دسته موجود. يبقى كوكو هندس بيقول لك ايه لو عايز 1000 دسته موجود. الشكل كلها ايه موجوده يا قلب الوحش. تعال لي كده. تعالى لي السبوره اهي. الله السبوره اللي قلبها الدنيا اهي. الله يبقى انت ايه حكايتك حكايه وروايه. ايه الجمال ده. تعالى لي كده على الطبيعه. ايه الحلاوه دي. تعالى لي كده السبوره فين. تعالى قرب عليا كده. دي السبوره اهي على الطبيعه اهي. الله شغال الله. اتقل عليا. ايه الجمال ده. تعالى لي كده اهي. ايه الحلاوه دي. شغال شغل السين. قال لك ده شغل السين. هبتدي معاك من جنيه. عايزك تجمع مصر كلها. الناس تتجمع كده عشان هتاخد عروض بجنيه. عبده هيضيع بجنيه بجنيه بجنيه. ودي يا وحش. تعالى لي كده. بص بص على الطبيعه. كوكو شغال شغال. يبقى كوكو بيقول لك ابتداء من ايه من جنيه. من جنيه. عايزك تجمع مصر كلها. الناس تتجمع كده. تعالى لي كده. ادي السبوره اهي على الطبيعه. على الطبيعه هتاخد السبوره دي كلها بكره بكام. بكام يا وحش. هدمر لك الدنيا. ودي يا وحش. ايه الحلاوه دي. ب 22 وايه الحلاوه دي ونص. الله على ب 22 ونص. اه شغال بكره بكره ب 22 ونص. ايه الحلاوه دي. ايه الجمال ده. شغال اهي على الطبيعه. ضيع شغال. كوكو بيقول لك هنضيع. بيقول لك اختراعات السين اهي. شغال شغال. يبقى حكايتك حكايه. طب عايز ايه. تعالى لي المساحه بتاعت السبوره بكره بكام. كام. ب 10 جنيه. 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 ايه الحلاوه دي. تعالى لي كل ده بكام. بكام. ب 10 جنيه.
ب 10 جنيه 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 بكميات 10 جنيه ده فيها مغناطيس ركز معايا كده ايه الجمال ده فيها مغناطيس ايه الله شغال شغال كل ده بكام ب 10 جنيه 10 جنيه جميع الاشكال الناس تتجمع كده بص بقى تاخد كام استيكه ايه الجمال ده بص الدلع بص كام استيكه بيقول لك هتحبب ابنك في التعليم هتحبب ابنك في التعليم يعني هتحبب ابنك في التعليم بص كام استيكه صغير يعني دول هيكفوه 3 سنين 4 سنين قدام الله اهو ايه الجمال ده هيكفوه ايه 3 4 سنين قدام الناس تتجمع يقول لك ايه ما تشيليش هم شغال شغال ما تشيليش هم شغال الله يبارك لك يا بودة ضايع يا بودة هتاخد بص كام قلم تلوين اوكي ركز معايا تعال لي كده 3 6 9 12 قلم 12 قلم 12 قلم 12 قلم 12 قلم ايه الجمال ده ال 12 قلم بكره ب 20 جنيه ايه الجمال ده ال 12 ب 20 ب 20 ضيع يا بود الناس تتجمع كده وكله يعمل مشاركه هتاخد الباكت ده كله بكره ب 17 جنيه ونص الله ب 17 جنيه ونص الله شغال شغال يبقى هتاخد بص بكره علامه عامله ازاي بقى ركز معايا الناس تتجمع كده كله يعمل مشاركه عشان عبده بيقول لك هضيع بكره الادوات المدرسيه هيضيع في شغل السين حكايتها حكايه بكره الادوات المدرسيه ايه حكايتها حكايه حكايه وروايه عايزك تجمع مصر الناس تتجمع كده الفيل اللي انت هتاخدي له قلم زي كده تحببيه في التعليم كله عايز اقول لك هيطلع دكتور واحسن من دكتور شغال ظابط هتاخدي له قلمه زي كده يطلع باشمهندس ركز معايا بص الاقلام عامله ازاي الله ايه ده يا عم ده ايه الحلاوه دي بكره ايه الجمال ده كل الشغل وصل من تاني والتشكيل كله وصل من تاني كل التشكيل وصل من تاني ابتداء من جنيه واحد بس جنيه واحد بس طب فوكو هندس بيقول لك ايه ركز معاه كده معاك يا وحش تعالى لي كده ايه ده ايه الجمال ده برايه واستيكه ايه الحلاوه دي برايه واستيكه ايه الجمال ده قلت لك اختراعات مش كلام بالفعل مش بالكلام الله تعالى الله على الجمال السبوره اهي اللاب التعليمي الله بتاع الاطفال الناس تتجمع كده بكره التابلت ب 55 جنيه الله على الجمال ركز معايا الناس تتجمع كده كله يعمل مشاركه اللي بتركب فيها الورق كوكو هندس بكره بيقول لك ب 27 ونص 27 ونص ايه الحلاوه دي ضايع يا بودة شغال يا وحش ازاي الله على الجمال والحلاوه قلت لك هتخلي ابنك يطلع دكتور يعني هتخلي هيحب التعليم استيراد ايه استيراد الوحش وحش. كوكو هندس جمع يا قلب الوحش الناس الناس تتجمع كده تعالى على الاقلام الرصاص الله. كل ده رصاص ايه ده ايه الحلاوه دي يبقى انت حكايتك حكايه وروايه بكره بيقول لك ابنك هيطلع باشمهندس هيطلع دكتور مش باشمهندس شغال شغال تعالى بص القلم عامل ازاي ايه الحلاوه دي ايه الحمار ده بص القلم عامل ازاي ايه الجمال ده دلع يا قلب الوحش دلع دلع طب بص لما اديك إيه قلم زي كده بص عامل ازاي لما اديك قلم زي كده الله بص كام لون الله احمر شغال ازرق شغال اصفر شغال الله على الجمال شغال الناس تتجمع كده شغال الناس تتجمع كده ازرق شغال اصفر شغال لو قلت لك ب 50 جنيه تنزلي تاخديه ده لسه في مفاجآت كتيره بكره ب 20 جنيه شغال شغال يا وحش شغال شغال يا معلم طب بقول لك ايه قول يا معلم عرض واحد لكل واحد عرض واحد لكل واحد لكل واحد شغال شغال تعالى ايه الحلاوه دي بص علبه ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي دلع بودة بيضيع دلع بيقول لك بودة بيضيع شغال دلع يا عقل الوحش طب بقول لك ايه بكره ب 150 جنيه ايه الجمال ده 150 علبه الالوان دي كلها بكره كل ده ب 150 و50 جنيه معاك ايه بقى معاك استيكه معاك برايه معاك مسطره معاك صمغ معاك برايه معاك دباسه معاك الوان معاك دلع لو سالت عليه بره هتلاقيه اغلى من كده معاك الوان بلاستيك معاك الوان خشب معاك اساتيك معاك كوكو هندس بيضيع بص الالوان عامله ازاي الله على الجمال حكايات وروايات الله على الجمال علبه لوحدها زي كده بكره بتتباع ب 250 جنيه كوكو هندس بكره بيقول لك ب 150 جنيه ضايع يا بودة شغال شغال يا وحش 150 جنيه ايه الجمال ده ب 100 و50 جنيه انا عايز ادمر لك في حاجه تانية دمر بص المصادر عامله ازاي الله ايه ده حكايات وروايات ابتداء الجمال من ده. 10 جنيه المصادر 10 جنيه ابتداء من كام 10 جنيه ابتداء من 10 10 عايز دوسيهات قرب عليا كده موجود حكايات وروايات هتاخد دوسيه زي كده بكام كام يا وحش 13
13 ونص. ب13 ايه الجمال ده؟ ونص. الله. ب13 ونص. ونص. الله. هتاخد حاجه زي كده بكام؟ كام يا وحش؟ دلع. حبه دلع زي ما بيقول لك. شغال؟ شغال يا وحش. اهو. اهو يا عم. اهو. هتاخد الاي دي زي كده بسعر كوكو هندس. الله. تعالى كده. الاشكال. الاشكال. الاشكال والحلاوه. والجمال. الطبيعه اهو. وبكميات. شغال يا وحش. عايز كتب خارجيه موجود. موجود. عايز كتب خارجيه ايه؟ موجود. موجود. وبكميات. بكميات. كميات الكميات كمان. انجليزي موجود، حساب موجود، حكايتك حكايه وايه؟ ضايع يا بود. المعاصر. شغال؟ شغال. اهو. اللي بتجيبه بره بص بكام؟ مش هنتكلم كتير. معدي. اسعار. معدي بره. مهندس بكره بيقول لك ايه؟ بكام؟ عامل لك خصم على الخصم. بكام يا وحش؟ عامل لك خصم على الايه؟ على الخاص. تعالى لي كده. حبه دلع هتاخد كتاب زي كده بكره بكام؟ كام؟ حرام اكتب عليه ب 85 جنيه. ايه الجمال ده؟ شغال؟ ايه الحلاوه دي؟ ب 85 جنيه. بيقول لك ابنك هيحب التعليم. هيطلع دكتور. دكتور. بص لو عايزه تطلعيه رسام هتطلعيه رسام. علبه زي كده بكره بكام؟ كام يا وحش؟ ب 22 ونص. 22 ونص. هتاخدي علبه زي كده ب 22 ونص. شغال. شغال. شغال يا وحش. قلت لك لو عايز تطلعه رسام هتطلعه رسام. بص بقى. بص بقى مسطره. ايه ده؟ تعالى ايه الحلاوه دي؟ ايه الدلع دي؟ مثلث. ايه الدلع دي؟ مالنا كتير قوي يا بودة. شغال. شغال يا معلم. ما كانش فيه الكلام ده وربنا. بكره ب 17 جنيه ونص. الله. شغال؟ شغال. الحاجات دي لو كانت ايامها كان زمان طلعت دكتور. شغال؟ شغال. بص علبة الألوان عاملة ازاي؟ ايه الحلاوة دي؟ دلع. ايه الجمال ده؟ دلع. تعالى لي. تاخدي مقلمة زي كده بكرة؟ مقلمة ب 12 جنيه ونص. الله. أنت عايزة إيه تاني ولا أنت عايز إيه تاني؟ قلت لك إيه كوكو أند إس ما حرمكش من حاجة. هتاخدي السبورة بكرة زي ما اتفقنا ب 22 ونص. هتاخدي بص دي كده بكرة المراية دي ب 10 جنيه. مراية ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه. إيه الجمال ده؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. يبقى انا لخصت. كله يعمل كده مشاركه. يلا كده الناس اللي الناس تتجمع. بص يا عمي. ايه الحلاوه دي؟ شغال؟ ايه الجمال ده؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. يبقى ايه؟ حكايتك حكايه وحكايتك معديه الحكايه. والله جميل. ب 10 جنيه. بصوا الجمال. ب 10 جنيه. بصوا الحلاوه. شغال؟ شغال يا وحش. بص بقى. كام قلم؟ بص كام قلم ايه؟ بكره ب 25. الله. 25 ب 25 ب 20 جنيه. ضايع يا بودة. بص كام قلم الوان بكره عامل ازاي؟ حكايه وروايه. حكايه اند روايه. ركز معايا. الله على الجمال. بص الالوان. الله. ايه الحلاوه دي؟ 3 6 9 18 لون. الله. الناس تتجمع كده. 32 ونص. ايه الجمال ده ب 32 ونص؟ 32 وايه؟ الناس تتجمع. يبقى انت حكايتك حكايه. تعالى لي الاقلام الرصاصه ايه؟ الله. على الطبيعه. الله. ايه الجمال ده؟ تعالى لي. بص القلم عامل ازاي؟ ايه الحلاوه دي؟ طب انت قلت لي هبيع لك بجنيه. كوكو اند اس بكره بيقول لك الايه؟ البيع بجنيه. بكام؟ بكام؟ بجنيه. 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 القلم بجنيه. بجنيه. القلم بجنيه. انا بقول لك احنا عايزين بطل الشغلانه يطلع يبيع لك قلم بجنيه. يطلع يبيع لك ب 2 جنيه. ضايع. كوكو اند اس بكره بيقول لك القلم بجنيه. 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 شغال. شغال يا وحش. تعالالي. الناس تتجمع كده عشان في دلع. جميع الاقلام اهي. الله. كذا لون. ايه الحلاوه دي؟ موجوده. اسود وابيض. ايه الجمال ده؟ ميكس. ايه الحلاوه دي؟ يبقى كده عرض المدارس كلها موجوده بكره حتى نفاذ الايه؟ الكميه. الكميه والتشكيل اكبر بكتير. وانا لو فضلت اعرض لك من هنا لبكره مش هنخلص. شغال؟ شغال يا وحش. بكره مستنيين الناس كلها في تشكيل اكتر من التشكيل اللي انا عرضته لك ده. الساعه كام؟ الساعه 12 الدنيا واحلى جروب في الدنيا.